لفيت شوارع وخدتني سكة حياتي ومشوارها، شفت البيوت لما بتقدم إزاي بتكتم أسرارها. اتنين في بحر تاريخ عدى والماضي جاء قصادهم هدى، شيماء وندى بتشوف فيهم القاهرة بكل أثرها. المكان جميل يا شابات يا حلوين، مكان خرافي يعني. واحنا ماشيين في القلعة ما توقعتش ان يكون في حاجة كده جوه العمارة القديمة دي. شكرا ليكي، منورانا. ميرسي يا ندى وشيماء. ممكن بس اعرف جوه بقى المكان ده ايه الخدمات اللي بتقدموها؟ بتعملوا ايه؟ يعني انا واحد بخش أوكي. اعمل ايه؟ لو انت في يوم عادي، مش يوم مثلا في ايفنت او اي حاجه انت جاي لها مخصوص، هتيجي هتلاقي مكان جوه اجواءه مريحه جدا. ممكن تقدر تعمل فيها ايه بقى؟ ممكن تذاكر. عندنا هنا مكتبة زاخرة بالكتب، لغات مختلفة، أنواع مختلفة، فممكن تقرأ فيها. عندنا إنترنت ممكن تشتغل. طبعاً إحنا فتحنا بعد الكورونا، فكان كل الناس أصلاً بتشتغل من البيت وكل الناس عايزة إنترنت، فكأنه working space. فحبوا بقى الموضوع هنا قوي، يعني علشان كمان ما حدش يقعد يشتغل في بيته ويزهق، بقوا بيجوا هنا بيشتغلوا هنا، ياخدوا كورسز هنا. المبهر فيه إنه co-working space في القلعة، ما هوش مثلا فاهم قصدي في الدقي في المهندسين، فهو في القلعه كمان. خدي بالك من حاجه، ان المكان نفسه الاجانب هنا بتيجي كتير قوي، والناس الزيارات لاماكن السلطان حسن والرفاعي، فاوقات بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا بريك عشان يقدروا يكملوا جولتهم، لان المنطقه مليانه مناطق اثريه طبعا. فهم لما لقوا ان مكان زي تكيت مسافر بالكواليتي دي، بالحاجه الكويسه، ان هو يطلع كمان في راحه، من اول ما يطلع في راحه تكيه بقى. بالظبط. وشقه قديمه، احنا واخدين اسمنا كتير قوي. ليه سميته تكيه مسافر؟ بصي، هو يعني كلمه تكيه نفسها هي كانت زمان من ايام المماليك، كان المصطلح ده بيتقال لما كان الفقراء بيتجمعوا في مكان والاغنياء بيصرفوا عليهم بس كاكل وشرب وكده. بعد كده الواحد بيحب الصوفيه شويه، فالتصوف لما الصوفيين لما دخلوا، هو فكره التكيه في حاله من الزهد، ان انت بتدخلي في المكان زهد بقى، ما تجيش بالعالم الخارجي، تدخلي في عارفه اللي هي القوقعه بتاعتك، ما انت واحد صارف عليك. فالتكيه احنا عملناها كده، بس احنا عايزين نعملها تكيه ان بيجي ياخد ثقافه وفن، كل ما له علاقه بالثقافه والفن هتلاقيه عندنا. ومسافر هي مش رحاله، عشان الناس كتير بتفتكر رحاله، يعني كل واحد بيدخل التكيه بيسافر في العالم بتاعه. بيسافر. سواء مثلا انت مثلا بتسافري تقري كتاب. هم الصوفيين ما كانش حد بيدفع عليه، يعني ما كانش حد بيديهم اكل. هم الصوفيين كانوا بيروحوا التكيه بيمارسوا شعائرهم فيها، يعني أيوة. كل مثلا طريقه صوفيه بتروح التكيه بتاعتها وبتمارس فيها الشعائر دي، بعيد بقى عن اللغط والناس والدوشه. انتوا بتحبوا الكتب قوي. صح. كان مكتوب هنا مثلا تكيه مسافر صداقه. ايه ليه صداقه؟ لا ده هنا كنا هنا عاملين، طبعا هو فعلا صداقه، المكان بيبقى صديق للناس كلها، بس احنا كنا عاملين هنا معرض صور، وكان في صور هنا بتحوي صداقه. فانتم كتير بتعملوا معارض مختلفه. بالظبط. هل بتعملوا كونسرت مثلا، او حد يجي يعزف عود او اله، او بنعمل حفلات احنا مثلا الاول الكتب احنا دي الحاجه الوحيده اللي طلبناها. يعني اول ما جينا نعمل التكيه، الناس قالوا عايزين ايه، نساعدكم في ايه، قلنا لهم اي حد عنده كتب. لا اصدقائنا بيجز. بعد كده احنا لما جينا عملنا البيج قلنا للناس احنا عايزين كتب، اي حد عنده كتب. بس طبعا الناس حوالينا طبعا ادونا كتب، وبقينا نيجي نلاقي اصلا على الباب كتب متعلقه. مؤخرا بقينا يعني لو ما لقوناش بنلاقي الكتب، بيعلقونا الكتب ويكتبوا لنا مثلا صفحه احنا اللي بعتنا الكتاب. الله. دي حاجه جميله خالص. فالكتب دي كلها احنا ما جبناش منها اي حاجه، كلها اهداءات وكلها ناس وحاجات كمان حلوه، يعني لا مهمه جدا. بالظبط، قيمه، يعني الناس مش بتدي لنا اي حاجه وخلاص، حاجات موقعه مثلا من نجيب محفوظ، موسوعات فظيعه مش موجوده اصلا، حاجات يعني كتاب الاغاني بتاع الاصفهاني كامل عندنا مجموعات كتابيه مهمه جدا ومفيش منها هنا تاني. اشمعنى نقيتوا القلعه؟ لا هو المنظر خرافي، بس اشمعنى عند السلطان حسن؟ السلطان حسن مش القلعه قد السلطان حسن. بصي، هو الموضوع ببساطه شديده، هي في البدايه كل حد فينا عنده عايز يعمل الفكره دي، فانا بنتردد هنا كتير. فانا كنت مره جايه هنا بتمشى انا واثنين صحابي، وكنت لسه كمان يعني راجعه من حاجه ايفنت، فقلت لهم تعالوا نتمشى نروح لوسط البلد. فالطبيعي احنا بنمشي كده ناخد شارع القلعه،
فوانا ماشيه معاهم انا بصراحه موضوع الشقق القديمه ده بيبهرني. انا بحب امشي في الاحياء القديمه جدا جدا، منيره بقى، حلميه، شبرا، تجيلي في كل الاحياء بحب اتمشى فيها وبصورها. فانا ماشيه مع اصحابي بالصدفه لقيت هم ماشيين وانا ببص كده على التكايه من تحت بلكونات بقى شدتني. طبعا هي كانت حالتها كان شكله ايه قبل جدا. ما توضب كانت حلوه، كانت حلوه يعني انا بشتاق لها اصلا وهي قديمه كمان قبل ما نجدد. ما هي لسه قديمه يا شيماء. لا 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 لما كمان قبل ما نطور يعني بالتراب بالسقف اللي واقع بكده كانت برضو تحفه. هي شدتني فيها انرجي فيها الطاقه بتاعتها. اللي شدني بصراحه وخلاني انجذب لها البلكونات من تحت والخشب، تندت الخشب. انا تندت الخشب يوم شفتها صحابي لدرجه ان هم مشيوا وانا وقفت صورتها. يعني حب من اول نظره. وكان موجود بقى اليافطه ان هي بتتباع وكده. يعني ممكن تفهموني كده انتوا بتعملوا ايه مثلا في كل حجره؟ الثلاث حجرات دول مثلا واحده منهم هنا مثلا ده. اللي فيها الفيو التحفه دي، الاوضه دي المفروض ان هي زي ما قلنا ممكن حد يذاكر فيها او يقرا فيها او كده اي حد، بس الثلاث اوض دي بتتحول تبقى مساحه ممكن نعمل فيها الورش، ممكن نعمل فيها معارض. بنعمل بقى ورش ايه؟ تريكو، ديكوباج، جلد، اي حد عايز يتعلم اي حاجه هاند ميد بيتم في الاوض الثلاثه دي. اي حد بيجي لكم ولا ناس من المنطقه؟ لا اي حد. اي حد طبعا احنا مهتمين جدا بالمنطقه وبنحب ان هم يجوا لنا، بس طبعا المكان مفتوح لاي حد. طب تعالوا نخش اوضه ثانيه. عندكم اوض اكبر من دي شويه ولا كلهم الثلاث اوض بالمقاس ده؟ في المعرض اكبر شويه مثلا، دي اوضه شكلها اكبر شويه. دي الله. بقى المعرض دي بقى منتجات مصريه بقى من كل مكان بنجيب. منين الخوص ده مثلا؟ ده متدخله ست عزيزه جميله دي، وبتحطوا صور الناس اللي صناع الاشياء. لان كمان حتى لما الناس بتشتري حاجتهم بنبعتها لهم عشان بيتبسطوا جدا لما بيشوفوا صور منتجاتهم وبتتباع. صح. فاحنا بنحاول نشجع على استدامه المنتج المصري. مظبوط. والحرف المصريه. مظبوط. يعني بجانب المنتج احنا بنقول للناس مثلا زي مثلا القطعه الفنيه دي مثلا من سانت كاترين. ماشي. يعني دي سيدات سانت كاترين، احنا بناخد لان هو ده مصدر رزقهم الوحيد، احنا بناخد منتجاتهم بنسوقها لهم. في نفس الوقت بنساعدهم يطوروا كمان من المنتج، يعني هم عندهم الحته ساعدوهم في الديزاين شويه. هم عندهم الحته دي بنشوف الناس عايزه ايه. يعني الناس مثلا تقول لك انا ليه هنا مفيش سوسته، فاحنا ننقل لهم نقول لهم بعد كده بتعملوا الديزاين ده اعملوه بسوسته. معظم الاوضه دي سيدات، يعني كل البودكس دي حاجات سيدات عائلات بقى، هم اللي بيعملوا يعني هم اللي بينفقوا على العيله بتاعتهم. طب وانتوا بتنفقوا على المكان ده من فين؟ هو بينفق على نفسه. كان الاول ما بينفقش طبعا، الحمد لله. احنا يعني بس بعد كده ابتدى ينفق. بصي هو الفكره انت بتعملي حاجه بجد، مش كلام والله تلفزيون لا بجد كلام بجد، انت بتعملي بروجكت هو ده اللي نفسك تعمليه طول حياتك فعملتيه، فاي فلوس بتيجي زي بيبي، انت بتستثمري في البيبي بتاعك. لما ابنك بيكبر ايه اللي بيحصل؟ تحصدي نجاح. صحيح. بس كده هو كبر خلاص، هو كبر بيكبر وهيكبر هنجيب له اخ قريب او اخت. في عاملين اوريجامي هنا، استنى. ده مثلا ده صعب جدا، انا عارفه ان ده مثلا ما بيتعملش بسهوله من الورق. ده نتاج ورشه اطفال. يعني ده اطفال اللي عاملين الورشه. كنا عاملينها كمان لاهل المنطقه، ورك شوب اوريجامي لاطفال المنطقه. ده بيعلم الصبر. الصبر والذكاء والاتقان وانه يبعدوا عن الالكترونكس، يعني يسيبوا الموبايل وهيقعدوا ساعتين في الورك شوب يعملوا برودكت ولما يروحوا وما يحسوش ان هم زهقانين. صح. طب اسمعوا يا جماعه دلوقتي الفيو تحفه وانا شقتكم جميله، ما عندكوش حته كده نقعد نشرب فيها كوبايه شاي؟ عندنا طبعا. يلا نعزمي حاجات بقى، يعني بغض النظر عن الكلام اللي هو انا عايزه اتعرف عليكم انتوا بقى شخصيا. ماشي يلا بينا. اتفضلي فسحوني. اتفضلي. يا دوب كام متر بيفرقوا مسجد ومدرسة السلطان حسن عن مسجد الرفاعي، مع إن الفرق ما بينهم في العمر 500 سنة وأكثر. مسجد ومدرسة السلطان حسن معروف إنه أكثر الآثار الإسلامية تناسق وانسجام، وأحلى نموذج للعمارة المملوكية. بيتقال عنه إنه درة العمارة الإسلامية في الشرق. أنشأه السلطان ناصر حسن ابن الناصر محمد ابن ألوون في القرن الـ14 الميلادي، في مكانه الحالي اللي كان في الأصل سوق للخيل. أما مسجد الرفاعي فاتبنى بعده بأكتر من 500 سنة، واللي أمرت ببنائه خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل. بدأ البنى فيه بالفعل في عهد إسماعيل، لكن ما كملش إلا بعد 40 سنة تقريباً، وكانت أول صلاة فيه سنة 1912،
واتدفن فيه بعد كده الخديوي اسماعيل وامه خشيار هان وعائلتهم والسلطان حسين كامل وزوجته والملك فؤاد الاول والملك فاروق الاول رحم الله الجميع. ندى وشيماء، لما عملتوا المشروع الغريب ده، وهو غريب يعني هو غريب، لما عملتوا المشروع الغريب ده اهاليكوا قالوا لكم؟ احنا اصلا يعني انا قبل ما نعمل المشروع ده احنا كل واحده فينا بتعمل حاجه من ريحه المشروع، يعني مثلا احنا عاملين ورك شوبس هنا، فانا كنت بشتغل في الجلد زمان، فهم لما لقوا كل الاحلام والاماني اللي احنا عاملين بنعمل فيها دي طول السنه هتتجمع في مكان، لا تشجيع فظيع. يعني الشقه هنا اول ما خدناها وخدنا المفتاح كان بابا هو اللي جه مع السباك، كنت انا وندى مسافرين، هو اللي جه وعمل مع السباك ومش عارفه ايه اول حاجه، فلا شجعونا جدا. ندى انتوا عندكم كام سنه؟ 31 32. حد فيكم متزوج ويعول؟ لا خاطب ولسه. عندكم مشروع؟ لا لا. انت عندك أنا مشروع؟ انا مخطوبه. ما حدش يتجوز بدري. انا بقول لكم ما حدش يتجوز بدري علشان الوقت اللي انت مش متجوزه فيه تقدري تعملي حاجاتك بوقت من اليوم اكبر بكتير. اول ما تتجوزي هيبقى عندك مسؤوليات، مش هتعرفوا بقى تفتحوا حاجات كده تستمروا فيها. اعتقد الشخص برضه حسب حسب الحد اللي معاكي، هو يا اما هيدفع يا اما هو تكمله لكلام الاهل. ما هو العقلية اللي انت يعني احنا انت شايفاهم دول اكيد طالعين من بيت، يعني هو هيشجع ومش هيخليكي تقعي او تختاري حد الا لو كان زيك. انت اهلك كمان صندوقي في المشروع؟ لا لا لا، انا اهلي يعني من زمان في حاجات كتير بصراحة هم سايبيني، حتى كمان مع شيماء. يعني انا لما شفت البروجكت بصراحة انا يعني شيماء هي اللي قلت يا شيماء تبقى معايا في البروجكت. هي لما شافت الشقة انا كنت جاية لي. وانا اصلا يعني انتوا اصحاب اصلا؟ من 2008 كنتوا اتقابلنا في سفر، يعني احنا كمان اتقابلنا في سفر سفريه تبع مسافر كان بتبع الجامعه اتجمعنا فيه. انتوا خريجات؟ انا ألسن وهي اداب. انا ألسن ايطالي. انا لا تلياني. انا مترجمه اصلا ايطالي، يعني انا الصبح بشتغل شغلانه غير اللي هنا خالص. وانتي؟ انا الحمد لله لسه حاصله من يومين على الدكتوراه. الله، ترميم الاثار. ست الدكتوره الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي؟ فهي ترميم اثار. طب ده كان ليه علاقه بقى بالشقه والترميم وكده؟ كل اللي اتعلمته تتحط مع يعني انتوا في منطقه شعبيه تاريخيه صحيح، بس كلها تحتيكم ناس بتوع عجل وميكانيكيه وكده، نظرتهم ايه ليكم ان انتوا بنتين ومش متجوزين؟ معلش انا واخده حبوب الصراحه، بنتين ومش متجوزين وعاملين مشروع، هم مش فاهمين لسه هو ثقافي ولا فايه، هو ايه علاقتكم بيهم؟ يعني انا كشيماء انا ساكنه اصلا في الدقي، فانا حسيت هنا بقى انا عارفه ناس هنا اكتر ما انا عارفه ناس عند بيتنا اللي انا بقالي فيه قد كده. قد ايه هم بيساعدوا في الدقي، يعني قد ايه هم بيساعدوا، واول ما شافوا الموضوع بقوا بيسالونا، بقينا مثلا واحنا ماشيين نلاقي طفله وتقول لنا انتوا اللي عندكم مكتبه بقى وهنيجي نرسم عندكم. حبوب. الناس اللي تحت شايفيننا طالعين نازلين اي حاجه بيشيلوا معانا ويساعدونا، ما حسيناش ابدا ان هم مستهدفيننا، بالعكس كانوا فرحانين بينا قوي حقيقي. وبهل مثلا ضيوفكم وخصوصا الاجانب طالعين داخلين هل فرحانين برضه؟ انا عايزه اقول لك ان هم تحت اللي بيقعدوا يقولوا لما يشوفوا اجانب اطلعوا فوق فوق فوق، يقعدوا بيجيبوا لنا ناس. يعني الطبق اللي طالع واللي نازل احنا بنشوفه هنا، يعني احنا ما شفناهوش في بيوتنا ونشوف الطبق ده. ده حقيقي. انت تجيبي حاجه تنزليها لهم ويطلعوها لنا، يعني حاسين ان الحي ده جدا. احنا هنا شفنا يعني ايه كلمه جدع، احنا هنا يعني ايه شفنا كلمه إيه انت سايبه حاجتك عند هم. مش قرايب بس، لا هم والله بامانه افضل من القرايب كمان. انت انا اوقات بنسيب المفتاح تحت لما معلش بس خلي المفتاح معاك بس اروح مش عارفه ايه ده. فهي الفكره انت بتنقلي مش بس كمان مكان ثقافي وبتاع، احنا بننقل النقله للحي بالكامل. يعني الناس ما تخافش يقول لك لا انا خايف اجي هنا لوحدي، لا ما تخافيش بالعكس ده هنا امان. الشاي بلبن بيخلص وانا مضطره اخلص الحديث، انا لو كده ممكن اقعد معاكم على السطح ده لبكره. نورتينا والله، انت اجمل حقيقي. شكرا 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 على البرامج اللي فعلا بتاخدنا لحته احنا مفتقدينها، القعده الحلوه وال لا دي لسه هتحلو بقى. بصوا احنا متعودين في البرنامج بتاعنا معانا فنان اللي هو كان بيتابعكم ده بالريشه عبد الله احمد، في اخر الحديث بناخد البورتريه وبنديه للضيوف بتوعنا عشان يفتكرونا بيه، علقوه كده في حته ويفتكرونا. حلو جدا. في ناس رسمت متكيه نفسها بس محدش رسم لا رسمكم انتوا بقى. تواضع. حلو جدا. حلو حلو، اللي يحب نفسه يحب غيره على فكره.
قالوا الحياة زي البستان، دايماً تلاقي الشوك في الورد، لكن عشان ربك رحمن يدي الغطا على قد البرد. عيش الحياة زي ما هي، زي المسافر في تكيه، ولأن ربك رب قلوب دايماً بيرزق عنيه.